بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، آخر درس عندنا في الأدب، وهو الأدب في عصر صدر الإسلام، يعني بداية الإسلام. تميز الشعر في عصر صدر الإسلام من حيث الألفاظ، إن هو أصبح سهل الألفاظ، بعيد عن الألفاظ الغريبة. وشعر حسان بن ثابت في مدح الرسول كان مثال على ده. طبعاً الإسلام أثر في الشعر أو النثر بروحه، بمعنيه، بألفاظه، سواء ألفاظ القرآن أو ألفاظ الأحاديث النبوية. والشعراء بدأوا يقلدوا دوت، فبدأوا إن هم يبعدوا عن الغريب ويلجأوا إلى السهولة والمعاني الجميلة. من حيث الأوزان والأخيلة ونظام القصيدة، بقيت أوزان وأخيلة ونظام القصيدة على ما هي عليه في العصر الجاهلي. أما من حيث المعاني، فقد اختار الشعراء المعاني اللي بتتفق مع روح الإسلام. الكلام اللي هتلاقيه مسيطر على العصر دوت القرآن الكريم، أو التأثر بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. إيه أسباب تعرض الشعر في عصر صدر الإسلام للتغير والتحول؟ انبهار العرب ببلاغة القرآن، انشغال العرب بالفتوحات، عندنا حاجات جديدة اهي، فتوحات، فأصبح فيه شعر فتوحات. معارضة الإسلام للغزل الفاحش، لأن طبعاً ما بنحبش الحاجات ديت، حرام. معارضة الإسلام للخمرة، للهجاء القبلي، محاربة العصبيات. فبالتالي الست نقط دولت حضرتك ممكن تقولهم بالطريقة التالية: انبهروا بالقرآنيات، انشغلوا بالفتوحات، سابوا العصبيات، من غير خمرة ولا معاكسات. احفظ الجملة دي وترجمهم للست جمل اللي أنا قلتهم الأول. الخطابة في عصر صدر الإسلام، من الثابت تاريخيا أن الخطابة في عصر صدر الإسلام كانت مواكبة للأحداث الجسام، ومن قبل عصر صدر الإسلام أصلا هي على مر العصور هي مواكبة لأي حدث، وبتعد سلاح من أسلحة مهمة للدعوة لهذه الأحداث. وزي ما هنشوف برضو في العصر الأموي هتدعو إلى الصراعات الحزبية والسياسية، فهنا كانت برضو بتخدم الإسلام. الإسلام كان بمثابة ثورة شاملة على الحياة في كافة الجوانب، وهو الأمر اللي ساعد على ازدهار الخطابة وتطورها، فأصبحوا بيدعوا إلى الجهاد ونشر الدين والترغيب والترهيب والإرشاد، كل ده عن طريق الخطبة، والرد أيضا على الخصوم، وضحض الشبهات، وتقديم البراهين الدامغة. لما حد بيجادل في أي أمر من أمور الدين بنرد عليه بالخطبة وبنوضح له. إيه موقف الرسول من الخطابة؟ وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيستخدمها للدعوة إلى مبادئ الدين الحنيف، ويتخذها في عدة أمور. ومن بعده الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين أيضا استخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، واستخدموا الخطابة فيما يخدمهم في كل عصر. فنجد مثلا الردة في عهد أبي بكر، اتساع الفتوحات في عهد الخليفة عمر والخليفة عثمان، الخلافة بين المهاجرين والأنصار على الخلافة. فكل دوت استخدموا فيه الخطبة، سواء الرسول أو الصحابة من بعده. شريحة رقم 6، إيه خصائص الخطبة في عصر صدر الإسلام؟ زي حضرتك تقريبا، زي ما هي موجودة دلوقتي لما حضرتك تروح خطبة جمعة: البدء بالحمد والسلام، سهولة الألفاظ، تنوع الأساليب، معانيها مستمدة من القرآن والحديث الشريف، مواكبتها للأحداث وترابط أفكارها. مواكبتها للأحداث يعني لو في حدث الأيام دي بيحصل في البلد، فمن واجب الخطيب إن هو يقول رأي الدين فيه والرأي الصحيح فيه إيه. تتكون الخطبة من مقدمة وموضوع وخاتمة، وطبعا ده لا يلزم في الوصية. ده الفرق بين الخطبة والوصية، ان دوت بيلزم في الخطبة، ولكن ان هي تبقى متقسمة كده الوصية مش بتلتزم بيها. من ضمن برضو النثر اللي هندرسه في عصر صدر الإسلام الوصية، زي ما شفنا الخطبة كده مهمة قد ايه، نفس الكلام الوصية هي فن نثري قديم عرفه العرب في الجاهلية، تناولوه في بعض جوانب حياتهم سواء دينية أو اجتماعية. ظهر منها في عصر صدر الإسلام وصايا دينية، وصايا سياسية،
وصايا اجتماعية. الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء أيضا استخدم الوصية، وتأثرت الوصية برضو في هذا العصر بأسلوب القرآن الكريم كما تأثرت الخطبة من قبل. تشبه الخطبة الوصية في حاجات وبتختلف عنها في حاجات. بتشبه الخطبة في المقومات الكلامية، فهي كلام يقال أو يكتب من رئيس، من زعيم، من قائد، أو من أحد الأبوين مثلاً لأبنائه، وبتكون في مواجهة هذا الفرد أو مكتوبة، تمام؟ وبتكون لفرد أو لجماعة. ولكن تعالى بقى هنا لإيه؟ للاختلاف. الاختلاف بين الخطبة والوصية إن الخطبة زي ما احنا قلنا مقدمة موضوع خاتمة، ده لا يلزم للوصية. الحاجة التانية إن الوصية زي ما أنا قلت ممكن لفرد أو لجماعة، ممكن مشافهة أو مكتوبة، إنما الخطبة لا، لازم تبقى في مواجهة الجمهور. أرجو إن احنا نكون فهمنا درس عصر صدر الإسلام الغالب عليه هو تأثير القرآن الكريم والحديث. الخطبة والوصية هي أهم ما في النثر في هذا العصر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نشوفكم على خير بإذن الله. شكراً.